ثلاثة، إعادة اختراع علم الاقتصاد. علم الاقتصاد هو علم صعب وعلم كتير بيانات وإحصاءات ومعادلات رياضية، فالناس بتزهق من هذا العلم. إذا الشخص مش متخصص بيتوه في المعادلات الكتيرة، الأرقام الكتيرة، الجداول الكتيرة جدا، فلما يتوه بيستسلم لأي نتيجة اقتصادية بتتقال وخلاص. لكن البعض بيقول لا، لازم نفكر بطريقة أفضل من كده. علم الاقتصاد مش متقدم في العالم، ونتيجة أنه في علوم أخرى تقدمت بشكل كبير جدا وعلم الاقتصاد لم يتقدم بنفس المستوى، يبقى لازم نفكر إزاي علم الاقتصاد يتقدم بنفس الوتيرة اللي تقدمت بيها علوم أخرى في العالم المعاصر. ده محور كتاب جديد مهم جدا للبروفيسور فارمير اللي هو أستاذ في معهد الفكر الاقتصادي الجديد في جامعة أكسفورد. عنوان الكتاب: فهم الفوضى، علم اقتصاد أفضل من أجل عالم أفضل. الكاتبة ندى حطيط كتبت عن هذا الكتاب المهم في الشرق الأوسط. فالكاتب اللي هو أستاذ في أكسفورد بيقول إيه؟ بيقول إن القدرة على التنبؤ ممكنة. إزاي وصلنا لزمن الذكاء الاصطناعي؟ عندنا كل البيج داتا دي، البيانات الضخمة اللي موجودة، عندنا كل هذه المعلومات المهولة عن سلوك الناس وسلوك البشر وسلوك الشركات والمنشآت، ومش قادرين نتنبأ بمستقبل الاقتصاد. فبيقول لازم نستخدم ده من أجل التنبؤ، وبالتالي نطور علم الاقتصاد اللي هو بقاله فترة طويلة جدا ما بيقدرش يتنبأ بشكل دقيق. العالم الاقتصاد نفسه اللي هو دكتور فارمير هو شخصيا عمل قبل كده أكتر من حاجة نجح تماما في التنبؤ فيها. يعني 2010 كتب مقالة في دورية مرموقة وقال فيها إنه إنتاج الطاقة الشمسية في المستقبل، أو قال عام 2020 بعد 10 سنين، هيكون أرخص من طاقة الفحم. طبعا طاقة الفحم هي من أرخص أشكال الطاقة اللي موجودة، فلما يتوقع إن طاقة الفحم هتكون أغلى وإن الطاقة الشمسية هتكون أرخص في توقيت معين وينجح هذا التنبؤ، ده كان شيء مهم. الأمر الثاني، لما جت كورونا توقع إن في انكماش في اقتصاد بريطانيا، وقال رقم النسبة اللي هتنكمش بيها، اللي هينكمش بيها الاقتصاد البريطاني. وبعد كده اتضح إن اللي قاله هو دقيق تماما وأكثر دقة بكثير من بنك إنجلترا المركزي. وبناء على ذلك نجاحاته السابقة، بيقول إحنا لو استخدمنا الذكاء الاصطناعي والمعلومات الضخمة والبيانات المهولة اللي عندنا عن المستهلكين والمنتجين والشركات وكيف يفكرون وتوجهات 8 مليار إنسان إلا عندنا بالتأكيد معلومات عن أغلبهم، نقدر نصل إلى يقين بشأن التنبؤ في مستقبل الاقتصاد. نقدر نتنبأ بشكل دقيق للغاية زي مجالات أخرى. بيقول إن الكمبيوتر دلوقتي أقوى مليار مرة عما كان في القرن العشرين، فإذا تطورنا بنسبة مليار مرة يجب أن علم الاقتصاد يتطور وأنه يعتمد هذه البيانات الكتير اللي موجودة علشان يتنبأ بطريقة صحيحة. وبيقول الكاتب في كتابه المهم أنه لما نشوف أنه في خلافات بين علماء اقتصاد ومدارس اقتصادية وطيارات ووزارات وهيئات نتيجة انتماء سياسي، ده يميني وده يساري وده توجهه كذا توجهه كذا، ده معناه العواطف والمشاعر داخلة في الموضوع، الإيديولوجيا داخلة، وده معناه تخلف معرفي. التقدم المعرفي هو الحيادية العلمية، إنما عشان نصل لده نطلع بره المشاعر دي ونصل إلى حيادية علمية نستخدم الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا المتقدمة الحديثة من أجل تطوير علم الاقتصاد الذي تأخر عن ركب علوم أخرى عديدة في عالم اليوم. شكرا لحضراتكم وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.